اهلا بيكم، معاكم دهشان حسن دهشان، وده معانا في حلقه جديده من الحلقات اللي بنسجلها في فارما تيوب من كتاب فارما جاي. النهارده يا جماعه هيبدا بقى حديثنا، وهنبدا في اول دواء نتكلم عنه، هنبدا حديثنا وكلامنا عن الادويه اللي هي بدايه الفارماكولوجي. هنتكلم النهارده على دايركت اكتنج ماسكارينيك اجونست. عشان نعرف الموضوع ده تعالوا بينا نتابع حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دهشان حسن دهشان، وجي معدنا في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهاردة يا جماعة هي بداية رئيسية لعلم الفارماكولوجي، هو علم دراسة الدواء. النهاردة ان شاء الله هنبدأ دراسة اول دواء معانا في علم الفارماكولوجي. امال ايه اللي انت كنت بتديهولنا ده كله؟ اللي انا كنت بديهولك ده كله هو اساسيات لدراسة علم الفارماكولوجي، كان لازم ان احنا ندرسها كويس. ليه؟ لان احنا عندنا ناس ما تعرفش يعني ايه فارماكولوجي، ناس ممكن ان هي تبقى في سنه اولى، ناس ان هي ما خدتش فارماكولوجي، ما خدتش يعني ايه امتصاص، يعني ايه ميتابوليزم، يعني ايه الكلام ده. فاحنا كنا لازم نهيئهم علشان يقدروا يفهموا الكلام اللي هنقوله لما نبدا دراستنا بالادويه. النهارده بقى حلقتنا هي بدايه رئيسيه لدراسه علم الدواء، يبقى احنا قعدنا نعيد ونزيد ونعمل حلقات قبل كده اللي هي الجنرال فارماكولوجي، وعملنا حلقتين في الاوتونوميك نيرفوس سيستم، في الانترودكشن بتاعت الاوتونوميك نيرفوس سيستم حلقتين، ده موضوع حلقتين ده حاجه كبيره قوي يعني. فبالتالي احنا كنا بنأسس وبنعيد ونزيد وبنتدلع. هنبدا بقى نخش في الشغل الاساسي والشغل الرئيسي، طريقه شرحنا هتختلف شويه، هنبدا ان احنا ما نعيدش ونزيد، هنبدا ان احنا نتكلم الموضوع بكل سلاسه وبساطه لان احنا فهمنا كويس في الحلقات اللي فاتت. حلقتنا النهارده يا جماعه هي بدايه لدراسه الادويه، هنتكلم على الادويه اللي تشتغل على الاوتونوميك نيرفوس سيستم، دراجز افكتنج ذا اوتونوميك نيرفوس سيستم. وجزء الاوتونوميك نيرفوس سيستم من احد اهم الاجزاء في علم الفارماكولوجي اللي بتدرس البيزك فارماكولوجي، يعني بتدرس الدواء فقط دون التدخل في المرض بشكل كبير. هنتكلم النهارده ونبدا حديثنا في الادويه. طبعا ادويه الاوتونوميك نيرفوس سيستم هتنقسم الى حسب شغلها، في ادويه تشتغل على الباراسمباثيك وفي ادويه تشتغل على السمباثيك. الادويه اللي تشتغل على الباراسمباثيك سموها الكولينيرجيك دراجز نسبه الى الاستايل كولين اللي هو الكيميكال ترانسميتر بتاع الباراسمباثيك نيورونز. اما الادرينيرجيك دراجز ودي نسبه الى السمباثيك كيميكال ترانسميتر بتاع السمباثيك نيورونز. طبعا دي هيبقى بعد ما نخلص الكولينيرجيك ونتكلم على كل الادويه نبدا بقى نشوف التقسيمه بتاعه الادرينرجيك دراجز. تقسيمه الكولينرجيك دراجز عندنا حاجتين، حاجات بتشغل الريسبتور بنطلق عليها اسم اجونيستس، وحاجات بتقفل الريسبتورز وبنقول عليها انتاجونيستس. يبقى عندنا كولينرجيك انتاجونيست، كولينرجيك انتاجونيست، وقلنا انتاجونيستس دي معناها ان الدواء ليه افينيتي وافيكاسي، ليه قابليه ان هو يروح للريسبتور ويعمل اكتيفيتي للريسبتور. اما الانتاجونيست ليه قابليه ان هو يروح للريسبتور وما يرتبطش بيه. هنبدا حديثنا بالحاجات اللي بتشغل الكولينرجيك ريسبتورز، ونبدا ب هنقسمها حاجتين. احنا قلنا الكولينرجيك ريسبتورز نوعين، ماسكارينيك ريسبتورز M1 M2 M3، نيكوتينيك ريسبتورز NNNM. هنبدا والماسكارينيك ريسبتورز دي هتتقسم الى حاجات شغاله دايركت على ريسبتور وحاجات اندايركت. يبقى عندنا ماسكارينيك اجونيستس، ودي بيسموها اسم مشهور قوي، يقول لك باراسمباثوميميتكس دراجز، يعني ادويه بتشغل الباراسمباثيك. اما النيكوتينيك اجونيستس ودي حاجات بيطلقوا عليها اسم جانجليون ستيمولانت، وهم الدوين دول هنتكلم عنهم لما نخلص الماسكارينيك اجونيستس. حلقتنا النهارده ان شاء الله هي بدايه للماسكارينيك اجونيستس، وهنتكلم على الدايركت اكتنج، الحاجات بتشتغل دايركت على ريسبتورز، وهم نوعين او قسمين من الادويه، قسم اسمه كولين استرز اللي هو الاستايل كولين، طبعا ده الكيميكال ترانسميتر اللي هو الاندوجينوس ليجند اللي هو الليجند الداخلي اللي موجود في جسم الانسان، هندرسه بالتفصيل ان شاء الله. وبعدين لما العلماء اكتشفوه ابتدوا يعملوا ادويه شبيهه بيه ومماثله للكيميكال ستراكشر بتاعه عشان تبدا تشتغل زيه، ودي الثلاث ادويه اللي قدروا ان هم يعملوها. كمان عندنا الكولين وميميتك الكالويدز زي البايلوكاربين والسيفينين، دي حلقتنا النهارده هتتكلم على الادويه دي، وهنبدا بدايه بالاستايل كولين. اما ان شاء الله الحلقات اللي جايه نبدا نتكلم طبعا على الاندايركت اكتنج والنيكوتينيك اجونست والتقسيمه المتبقيه من تقسيمه الادويه اللي بتشتغل على الاوتونوميك نيرفوس سيستم. بعدين لما نشتغل ونخلص الكولينرجيك اجونست اللي هي بتشغل الريسبتور، هنبدا نتكلم على الانتاجونست، الحاجات بتعمل بلوكر للماسكارينيك او النيكوتينيك ريسبتورز. ده خلاصه او الصفحتين دول زي ما تقول كده ان هم بيلخصوا لنا اللي هندرسه في الادويه اللي بتشتغل على الاوتونوميك نيرفوس سيستم. طبعا دي تقسيمه كده علشان الموضوع يبقى زي خريطه في الدماغ كده نقدر نمشي عليها. طيب
هنبدا حديثنا بالاستايل كولين. طب قبل ما نبدا حديثنا وقبل ما نبدا حلقتنا النهارده، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا في فارما تيوب او الفارما جايد لما بنعوز حاجه من اي علم مش بنتكسف، بنروح نجيبها. يعني ايه؟ يعني احنا لما نيجي ندرس دواء معين، الدواء ده هندرسه فارماكولوجي، ولكن علشان افهمه كويس فارماكولوجي محتاج شويه معلومات من علم تاني، وليكن مثلا علم الفارماكولوجي، علم سوري المايكروبيولوجي. فانا اروح للعلم ده واخبط عليه واقول له انا عايز شويه معلومات منك وادرس كويس، وبعدين لما ادرسها كويس ابدا اخش وادرس الدواء، الاقي نفسي فاهم الدواء جدا دون اي مشاكل في الفهم. ليه؟ لان انا خدت اللي انا عايزه من العلوم الاخرى. ده اللي بيميزنا فرنا تيوب وفرنا جدا، احنا بنعوز حاجه من العلوم التانية بنجيبها. حلقتنا النهارده محتاجه شويه او جزء من علم الاناتومي وعلم الفسيولوجي. احنا محتاجين نعرف الاناتومي والفسيولوجي بتاعه الاي بتشتغل ازاي، والتشريح بتاعها ليه، لان احنا هنتكلم عن بعض الادويه بتشتغل على الاي. وعلشان نفهمها كويس وما نكونش حافظين زي معظم الناس بيبقوا حافظين وخلاص، لا، عايزين نفهم الموضوع، محتاجين ان احنا نخش ونخبط على العلم ده وناخد منه بعض الحاجات. تعالوا بينا نخبط ونشوف هناخد ايه من العلم ده، ونرجع نكمل حلقتنا ونبدا حلقتنا مع بعض. هنتكلم يا جماعه في البدايه على الاناتومي اوف ذا اي، تشريح العين، عشان نقدر نشوف وظائفها ونقدر ان احنا نتكلم على الحاجات الاوليه. هنكون مكونات العين الرئيسيه، طبعا ربنا خلق لنا العين عشان نقدر ان احنا نقدر نشوف بيها. العين يا جماعه في من الغلاف الخارجي هنا بتتكون من ثلاث اغلفه او ثلاث طبقات. اول طبقه هي معانا السكليرا، وهي الطبقه الصلبه، الطبقه البيضاء الصلبه اللي بتدي الشكل الكروي بتاع العين، وبتحمي مكونات العين الداخليه من اي ضغط خارجي. دي طبقه كده هي الصلبه، اللي هي اللي بتبقى ماسكه العين ومدياها الشكل الكروي، دي بتبقى فيها ماسلز خارجيه هي المسؤوله عن ان هي تمسكها وان هي تحرك العين يمين شمال فوق تحت، وزي ما احنا هنشوف في الفيديو قدام. تاني طبقه معانا هي الكورويد، ودي طبقه مليانه بلاد فيزلز، وبتدي بتعمل بلاد سبلاي للاي والاغشيه بتاعت العين والخلايا بتاعت العين. تالت طبقه وهي الريتينا، وهي شبكيه العين، ودي مسؤوله عن تحويل الضوء الى اشارات كهربائيه تنتقل الى المخ، حتى ان المخ بيترجمها ويعرف يشوف الشخص ده يشوف ايه. دي بتبدا الريتينا هي اللي بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه كهربائيه تنتقل الى المخ عن طريق العصب البصري. طبعا لو جينا خدنا الطبقات دي او جينا خدنا شريحه منها، هنلاقي ان هي اول طبقه دي اللي هي السكليرا، اللي احنا اتفقنا ان هي ممسوكه بمسلز. المسلز دي هي اللي بتدي حركه العين يمين شمال فوق وتحت، لو حصل في كونتراكشن هنا يدي العين تتجه الاتجاه الشمال، هنا فوق لو حصل كونتراكشن هنا، ودي طبعا مسؤوله عنها المسلز دي حركه العين. طبعا الكرويد ودي الطبقه المتبطنه بالبلاد فيزل. تعالوا بينا نشوف جزء بقى العين اللي هو مش طبقات بقى، ان احنا مكونات العين الاماميه دي. عندنا اول حاجه اللي هي الكورنيا، ودي قرنيه العين. دي ممكن نقول عليها كده غلاف زجاجي او ازاز كده محطوط علشان يحمي مكونات العين ويحمي الحاجات الداخليه للعين. طبعا ازاز شفاف طبعا عشان الشخص يقدر ان هو يمر الضوء عن طريق العين. دي اللي هي الكورنيا، اللي هي قرنيه العين. بعد كده هنتكلم على الجزء اللي هو الداخلي ده، اللي هو البيوبل. البيوبل ده وهو اللي هو بيقولوا عليه النن العين او حدقه العين، وجزء البيوبل ده بيحصل له اتساع وضيق، وهنعرف اتساع وضيق ده بيتم ازاي. بعد كده في جزء اللي هو ايرس، ده اللي هو قزحيه العين، وده الجزء الملون في العين، يقولك عينه خضراء عينه زرقاء الكلام ده كله. هنا بقى البيوبل طبعا بيحصل له ميدريازس وميوزس، يعني ميدريازس يعني اتساع، ميوزس يعني ضيق. عندنا بقى لما جينا دخلنا للعين من جوه هنلاقي ان هي مكونه من عندنا اللينس اللي هي العدسه، ودي عدسه بتختلف درجه تحديبها، من بتبقى عدسه محدبه بيختلف هذه الدرجه في التحديب. وعندنا على حاجه اسمها الانتيريور تشامبر والبوزيتيريور تشامبر. لما بيجي الضوء يا جماعه يمر زي ما احنا شايفين الضوء بيمر هنا، بيمر هنا وبيدخل كله، ولكن هنا العدسه دي اللينس دي مسؤوله عن تجميع الضوء وتركيزه في نقطه معينه، بتوصل الى الريتنا اللي هي الشبكيه. النقطه المعينه دي بيكون تركيز الضوء فيها قوي جدا. لما بتروح الضوء ويتركز عن طريق اللينس هي المسؤوله عن تركيز الضوء وتجميعه، طبعا ده بيبدا الانسان يشوف. طب لو جينا خدنا شكل كده مقطع في العين، وهنلاقي ان هي طبعا بتتكون من انتيريور تشامبر اللي هو الجزء الامامي ده، والبوستيريور تشامبر اللي هي الغرف بتاعه العين، ده الغرفه الخلفيه ودي الاماميه. في عندنا سائل هنا بيطلع من المكان ده اسمه اكيوس هيومر، وده هو سبب ان احنا نخش في جزء الاناتوم والفسيولوجي بتاعنا عشان نفهم السائل ده بالظبط، لان احنا هنشتغل على او نفهم وظيفته علشان نقدر ان احنا هيبقى في مشكله لو السائل ده حصل فيه خلل في السريان بتاعه. ده الاكيوس هيومر اللي هو السائل اللي بيمر هنا، وده سائل بيحافظ على الضغط الداخلي للعين. طبعا قبل ما اتكلم في السائل تعالوا بينا نشوف الريتنا وبتتكون ازاي الريتنا. لو جينا خدنا كده شكل من الريتنا او جينا نعمل زوم على الريتنا، هنلاقي ان الريتنا دي بتتكون من
خلايا عصبية، نوعين من الخلايا العصبية، خلايا بيقولوا عليها رودز، ودي خلايا عصبية طويلة وعددها كبير، ودي المسؤولة عن ان هي تشوف الضوء الابيض والاسود، او اللونين الابيض والاسود، تشوف اللونين الابيض والاسود، دي الخلايا. اما في خلايا تانية اسمها كونز، ودي خلايا مخروطية، دي اللي هي مسؤولة عن رؤية الالوان، وبيبقى عددها اقل من الخلايا اللي هي الرودز. طبعا زي ما احنا شايفين هنا نوعين من الخلايا، واحد ابيض واسود، ونوع تاني من خلايا الالوان. طبعا هنا لما يجي يمر بقى الضوء على الخلايا دي يحولها، يحول الضوء من الخلايا دي، تحول الضوء سواء كان ابيض واسود او الوان على حسب نوع الخلايا الى اشاره كهربيه. تنتقل الاشاره الكهربيه زي ما احنا شايفين في محطات تقويه هنا اسمها باي بولار سيلز، تقويه بتقوي الاشاره. شايفين لو جينا نعيد المشهد ده هنلاقي ان الاشاره كانت ماشيه ببطء، وفجاه مع لما راحت على الباي بولر سيلز لما تقويتها راحت على الاوبتيك نيرف اللي هو العصب البصري بسرعه كبيره علشان تروح للبرين ويبدا يترجمها. زي ما احنا شايفين هنا الضوء تم عمل العدسه المحدبه اللي هي اللينز دي ابتدت ان هي تحدبه لنقطه معينه، وتبدا الاشاره تنتقل زي ما احنا شايفين وتتم تسريحها وتروح للمخ علشان المخ يقدر ان هو يترجم الاشارات دي. نتكلم في الفسيولوجي اوف ذا اي، هنعرف وظائف العين. من احد اهم وظائف العين وظيفتين ان هي تعمل ميوزس وميدريازس، وكمان تعمل ان هي تهيئه للرؤيه البعيده والرؤيه القريبه. هنعرف الكلام ده في الفيديو اللي قصادنا. زي ما احنا شايفين حدقه العين حصل لها ميدريازس، يعني اتساع في حدقه العين، والمسؤول عنها هو العصب اللي هو السيمباثيتك. اما الميوزس اللي هو ضيق في حدقه العين وهو مسؤول عنه العصب اللي هو الباراسمباثيتك، وده بيبقى على بيتعمل عن طريق سيركولار مصر اللي هي قبض بالام 3 ريسبتور. زي ما احنا فاكرين لو قلنا ان الايرس اوف ذا اي بيبقى في عضلتين سيركولار وراديال، لو تفتكروا السيركولار مصر طبعا قبض بالام 3 الباراسمباثيتك حصل لها كونتراكشن يعمل ميوزس ضيق في حدقه العين، اما الراديال مصر حصل لها كونتراكشن بالالفا 1 اللي هو السيمباثيتك يعمل ميدريازس. زي ما احنا شايفين ميدريازس قصادنا ميوزس قصادنا، دي احد وظائف العين. الوظيفه الثانيه طبعا هي تهيئه الرؤيه للرؤيه القريبه والرؤيه البعيده، وده هيتضح لينا في الفيديو اللي قصادنا. الفيديو اللي قصادنا قبل ما اتكلم فيه عايز افكركم بحلقه امبارح لما قلنا الشخص لما يبقى سايق العربيه وبيبقى باراسمباثيتك ماشي بهدوء في طريق ليلي بيشغل النور، النور العادي لانه ماشي بهدوء وماشي بكل راحه، وبشايف قصاده شايف المسافه القريبه اللي قصاده لانه ماشي بهدوء، ده يبقى باراسمباثيتك. اما الشخص اللي هو سمباثيتك متسرع وعايز يمشي بسرعه بيشغل الضوء البعيد علشان هو عايز يشوف الضوء البعيد لانه بيبقى سمباثيتك. ده الوظائف وظيفه مهمه جدا للعين ان هي بتهيئ الرؤيه للرؤيه القريبه وهيئ الرؤيه للرؤيه البعيده. ربنا خلق لنا عدسه، اللينس اللي قصادنا دي هي عدسه واحده بس. لما واحد يجي يروح يكشف عند دكتور ضعف نظر بيجي يجرب له عدسات، بيجرب له عدسات محدبه، بيقعد يشيل عدسه ويحط عدسه، يقعد يشيل ويحط عدسات كتيره. ليه؟ لان هو ما عندوش الاوتوماتيك سيستم ده. ربنا خلق لنا عدسه اوتوماتيك سيستم كده بتضيق بيحصل لها ضيق، يعني درجه التحدب بتاعها بتزيد لما تضيق كده، يعني يتم تحديبها اكثر ويتم تحديبها بدرجه قليله. ده طبعا بيبقى اوتوماتيك سيستم عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم. العدسه دي ممسوكه بعضلتين بيقولوا عليها السيلياري ماسلز، العضله الاماميه اللي فوق دي والعضله اللي تحت دي، دي اسمها السيلياري ماسلز. العضلات دي يا جماعه هي المسؤوله عن درجه تحدب اللينس اللي هي العدسه دي، والعضلات دي طبعا سبلايد بي سمباثيتك وباراسمباثيتك. السمباثيتك بتاعها اللي هو البيتا 2 اللي بيعمل لها ريلاكسيشن، اما الباراسمباثيتك هو الام 3 اللي بيعمل لها كونتراكشن. لو احنا شفنا دلوقتي دي العضله لو حصل لها ريلاكسيشن يعني سمباثيتك عن طريق البيتا 2 اللي هو الانهبيتوري، هيحصل ايه في درجه التحدب بتاعها؟ هتزيد، فهتعمل تهيئه للرؤيه اللي هي ايه بقى البعيده الفار فيجن. شايفين هيحصل ايه دلوقتي؟ هيحصل ريلاكسيشن للسيلياري ماسل. الريلاكسيشن هيعمل ايه في اللينس؟ هيخليها تبقى محدبه اكثر. تمام؟ ليه؟ عشان تقدر تجمع الضوء لضوء الضوء دلوقتي بعيد، هو عايز تشوف رؤيه بعيده، فلازم تعمل الدرجه دي من التحديد عشان تجمعه عند نقطه الريتنا، ويقدر ان الريتنا تقدر تعالج الطاقه الضوئيه دي الى طاقه كهربائيه. والعكس طبعا لو حصل لها كونتراكشن بالباراسمباثيتك هتبدا ان هي تهيئ الرؤيه للرؤيه القريبه. طبعا الكلام ده ممكن ما يكونش واضح قوي الا لما نشوف تجربه عمليه تمت. التجربه دي التجربه العمليه دي اللي قصادنا دي تجربة عملية، طبعا هنقدر ان احنا نحط عدسة خارجية ونعمل نهاية الحاجات زي العين زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي قصادنا دلوقتي.
هنا دي الشبكيه الريتنا الشبكيه، تمام. الشبكيه دلوقتي لقطه رقم او لقطه قرايه، قرايه رقم واحد، ممكن نحط صوره، ممكن نحط رقم اي رقم وليكن رقم واحد نقراه. هنا اللي هي دي الكورنيا اللي هي الازاز بتاع العين خالص، تمام. وهنا مصدر الضوء، مصدر الضوء اللي هو ده، مصدر الضوء اللي هو ده. لو جيت قربت مصدر الضوء، شايفين الواحد كان واضح، دلوقتي لو جيت قربت هو ما هوش واضح، فمحتاج ايه بقى؟ محتاج ان انا احط عدسه، تمام، تانية غير العدسة التالتة، غير العدسة اللي كنت محطوط. ليه؟ لأن العدسة دي هتخلي لي الضوء دلوقتي قرب مني، قرب مني معناها إن أنا محتاج أعمل كونتراكشن لسيلري ماسل، معناها إن أنا عايز أحدبها أكثر، فغير العدسة. لما غيرتها فعلا الرؤية ابتدت تتضح، فحصل تهيئة هنا للرؤية القريبة. لو جيت قربت أكثر بقى، لو جيت قربت اكثر الرؤيه ما هيش واضحه، فانا عايز اهيئ الرؤيه للرؤيه القريبه. برسم بس هيعمل ايه بقى؟ هيعمل كونتراكشن اكتر في السيلير ماس، هيعمل اكثر تحدبا، يخلي العدسه محدبه اقل شويه، شايفين؟ هيغير العدسه، هتبدا الرؤيه ايه؟ تتضح اكثر. ليه؟ لان انا دلوقتي ابتديت ان انا العب في العدسه. سبحان الله بقى، ربنا خلق لي العدسه دي اوتوماتيك بقى. سيلياري ماسل يحصل لها كونتراكشن وريلاكسيشن، فلما يحصل كونتراكشن عن طريق الباراسمباثيتك بيعمل ايه؟ بيهيئها للرؤيه القريبه، اما السمباثيتك يهيئها للرؤيه البعيده. وعلى طول افتكروا المثال بتاع الضوء البعيد والضوء القريب بتاع السياره، ده هيخليك على طول ما تتلخبطش بين الحاجات دي. تعالوا بينا دلوقتي نتكلم عن وظيفه مهمه تانية للعين، وهو الاكيوس هيومر. هو ده موضوع اللي عايزين نستفاد منه قوي في الفيديو اللي هو بتاع الاناتومي والفسيولوجي بتاع الاي ده، عايزين نفهم الاكيوس هيومر لان احنا ده اللي يهمنا في موضوعنا النهارده. ده يا جماعه الاستراكشر بتاع الاي. طبعا في سائل اسمه الاكيوس هيومر، هو اللي بيحافظ على الضغط الداخلي للعين. السائل ده يا جماعه زي ما احنا شايفين دلوقتي بيخرج من المكان هنا ما بين العضلات الهدبيه دي، تمام، ويبدا يمشي 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 ويخرج هنا عن طريق في المساحه بتاعه القرنيه، ويبدا يحصل له اوت فلو. يعني اوت فلو يعني يتم اعاده خروجه مره اخرى من المكان ده عن طريق مكان اسمه تيوبيكولار مش وورك، قنوات كده او فتحات اسمها تيوبيكولار مش وورك، اللي هيتم الاضاءه بتاعه السهم بتاع الفيديو او الاضاءه عليها، ده الفتحات اللي بيحصل لها الاوت فلو بتاع السائل، تمام. طب لو نفترض ان حصل دلوقتي ضيق او قفل الفتحات دي او القنوات دي، السائل ده اللي هو الاكيوس هيومر ده هيحصل له ايه؟ هيتراكم. هيتراكم فين بقى؟ هيتراكم هنا. بعد ما يتراكم هنا يبدا ان هو يتراكم داخلي، فيبدا ان هو يزيد الضغط الداخلي للعين اللي هو الانترا اوكولار بريشر، ضغط الداخلي للعين اللي هو الاي او بي. الضغط ده هيبدا ان هو يزيد. ليه؟ لان انا عندي الاوت فلو بتاع السائل ابتدى ان هو يقل، او ابتدى ان هو ما يبقاش بصوره اللي هي النورمال اللي هو بيخرج بيها عن طريق القنوات اللي هنا. فبالتالي لما يقل هيبدا ان هو السائل ده يتراكم اللي هو الاكيوس هيومر، فبالتالي يزيد الضغط الداخلي للعين. ولما يزيد الضغط الداخلي للعين ده احنا بنطلق على السائل لما لما الاوت فلو بتاعه بيقل، بنطلق على المرض ده اسمه جلوكوما. ده نتيجه تراكم السائل ده، المفروض ان احنا نعمل له اوت فلو لان الاوت فلو بتاعه قل. فبالتالي لما يقل هيبدا الخطوره بقى، لو مريض الجلوكوما ده ما اتعالجش الخطوره بقى ان ضغط العين ما يفضل ضغط العين في زياده. لو فضل في زياده ضغط العين هيحصل ايه؟ هياثر لي على عصب البصري اللي هو الاوبتيك نيرف. لو اثر على العصب البصري الضغط، فضل الضغط زياده زياده، هيبدا ان هو يعمل دامج للاوبتيك نيرف، معنى كده ان الشخص هيفقد الرؤيه، وده احد اهم خطوره اللي هو مرض الجلوكوما. زي ما احنا شايفين الاكيوس هيومر ده سائل بيخرج يا جماعه عن طريق ما بين العضلات الهدبيه، وبيبدا ان هو يحصل له اوت فلو من هنا ويبدا يعيد ويخرج تاني. الاوت فلو بتاعه ده اللي هو تيوبكر، المكان ده اسمه تيوبكر مش وورك، اللي هي الاماكن اللي بيحصل لها اوت فلو. لو اتقفلت هيبدا يزيد الضغط الداخلي للعين. ده شخص طبيعي دلوقتي بيحصل له اوت فلو طبيعي جدا، تمام. تيوبكر مش وورك دي اللي هي القنوات اللي بيحصل لها الاوت فلو، تمام. لو القنوات دي اتقفلت بقى هيبدا ان هو بقى ايه؟ ده نوع من انواع الجلوكوما اللي هو الاوبن انجل جلوكوما. طبعا لو القنوات دي اتقفلت شايفين الاوت فلو قل، ضغط داخلي اوبتيك الاوبتيك نيرف هيتاثر هيحصل له دامج، ابتدى ان هو يحصل دامج للاوبتيك نيرف، ممكن الشخص ده يفقد رؤيته. كده يبقى احنا انتهينا من الاناتومي والفسيولوجي بتاع الاي. كده يبقى احنا خدنا اللي احنا عايزينه من العلم، علم الاناتومي وعلم الفسيولوجي. تعالوا بينا نروح بقى للفارماكولوجي. هل هنلاقي صعوبه؟ هنشوف في حلقتنا النهارده ان شاء الله، مش هنلاقي اي صعوبه في حلقتنا. يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. بعد كده يا جماعه ندخل في موضوع حلقتنا النهارده ونبدا دراسه اول دواء معانا، وهنبدا بالاسيتايلكولين. يبقى احنا هنتكلم على الكولينيرجيك دراجز اللي هي الباراسمباثيتك. قلنا ان هي هنشتغل على الكولين وسيبتور اجونستس، يعني الحاجات اللي بتشتغل اجونست على الكولينيرجيك ريسبتورز. هنبدا بالماسكارينيك ريسبتورز وهنبدا بالاجونست.
خلي بالكم المصطلح ده اللي هو الباراسمباثوم ميتكس، هنقول الباراسمباثوم ميتكس دراجز، يبقى اي مصطلح من المصطلحات دي ممكن احنا نستخدمه. هنستخدم نبدا برقم ايه اللي هو الدايركت اكتنج، يبقى احنا عندنا ايه فيها واحد وفيها اثنين، هنا بقى ايه يبقى هنا في واحد ايه في واحد بي، فخلي بالكم من التسلسل ده ومن الالوان والاسر. الدايركت اكتنج دراجز هنبدا بعيله الكولين استرز. اكتنج دايركت اكتنج هتشتغل على الريسبتور، هنبدا طبعا بالاستايل كولين، والاستايل كولين ده هو الاندوجينوس ليجند او الاندوجينوس كيميكال ترانسميتر في الباراسمباثيك. طيب اول حاجه معانا هنا، وهنبدا طبعا دراستنا في الادويه معظم دراستنا الادويه بيبقى على هيئه جدول زي ما احنا شايفين، جدول موحد هنبدا نشتغل عليه في الادويه بتاعتنا. طبعا الاستايل كولين هنبداه او اي دواء هنكتبه يبقى الخلفيه بتاعته باللون الموحد ده، والاستايل كولين طبعا بيختصره اي سي اتش، ده ممكن نتكلم على الاختصار ده. لو في دواء موجود في السوق باسم دواء معين هنلاقي نكتب مثلا اشهر الادويه تريد نيم هنكتب الاسم هنا، ولكن عشان الاستايل كولين مش موجود فاحنا مش هنلاقي المكان ده فاضي. تمام، يبقى ده الفورمه اللي احنا بنشرح عليها عشان الناس تستوعب الالوان وشغل الالوان وشغل الديزاينات اللي احنا شغالين عليها تبقى شغل موحد الناس تبقى ما تتلخبطش. طب الاستايل كولين اي سي اتش الاستراكشر بتاعتي حاطط الاستراكشر ليه؟ انا راجل مش بدرس كيمياء صيدليه، انا راجل بدرس فارماكولوجي، معلش انا خبطت على الكيمياء الصيدليه قلت له هات لي الاستراكشر بتاع الاستايل كولين علشان ابص على حاجه واحده بس، ابص على البوزيتيف تشارج دي اعرف ان الاستايل كولين ده عباره عن كواترنري امونيوم كومباوند بيحمل شحنه موجبه، وكلمه شحنه ان هو بولر. وما معنى كلمه بولر في الجنرال فارماكولوجي؟ معناه انه ما يقدرش يعدي جوه الليبيد ممبرين، ما يقدرش يعدي جوه البلاد برين بارير. واحد ذكي يقول لي اذا كان هو الاستايل كولين ما يقدرش يعدي جوه البلاد برين بارير، ما تقول لي ازاي الاستايل كولين موجود في البرين جوه، وقلت لي ان في ام 1 ريسبتور موجود في السنترال نيرفس سيستم، اقول لك يا حبيبي ده هو بتصنع جوه البرين، اما لو انا هحقنه بره البرين ما يقدرش ان هو يعدي، ولكن هو اوريدي موجود جوه البرين عن طريق ان هو بتصنع داخل البرين وموجود جوه في مراكز تصنيعه داخل البرين. طيب يبقى دلوقتي عرفت ان الاستايل كولين ده عباره عن استر، تكوينه الكيميائي استر اوف كولين ويز استيت كوترن امونيوم كومباوند عباره عن كيميكال ترانسميتر. طيب نبدا بقى نتكلم على ازاي بيتصنع وازاي بيتخزن وازاي بيحصل له ريليز. عن طريق الصوره اللي قصادنا هتوضح لنا كلام كتير جدا. اولا هنبدا بتصنيع الاستايل كولين، بيتصنع ازاي؟ بيبدا تصنيعه بمركب اسمه الكولين، ده زي ما احنا شايفين هنا الكولين. الكولين ده علشان يبدا يخش جوه النيرف اندنج دي عشان يصنع الاستايل كولين محتاج كارير ومحتاج انرجي. ليه؟ لان الكولين ده بيحمل شحنه موجبه ومش هيقدر يعدي جوه الممبرين ده لوحده، ومحتاج كارير يشيله ومحتاج انرجي، يبقى هيعدي بطريقه زي ما احنا قلنا في الجنرال فارماكولوجي، هيعدي بطريقه الاكتيف ترانسبورت. عرفتوا ليه قعدنا ناسسكم؟ عشان ما ناخدش وقت في الموضوع ده، يبقى هو هيعدي بطريقه الاكتيف ترانسبورت عشان هو بيحمل شحنه موجبه، وعمليه دخول مركب الكولين لجوه ممكن ان انا اعمل لها انتبيشن بدواء او مركب اسمه الهيميكولونيوم. يبقى الهيميكولونيوم ده بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للكولين عن طريق انه بيعمل انهبيشن للكارير بتاعه. طيب ازاي ازاي بيتصنع بقى؟ لما يدخل جوه الكولين اللي هو يدخل بيجيب في مركب جوه اسمه الاستايل كو اي، الاستايل كو اي ده والكولين عن طريق انزيم اسمه كولين استايل ترانسفريز انزيم اللي هو سي اي تي، كولين استايل ترانسفريز انزيم بيمسك الكولين مع الاستايل كو اي ويجمعهم عشان يكون لي مركب اي سي اتش اللي هو الاستايل كولين. الاستايل كولين ده ناتج عن اتحاد الكولين والاستايل كو اي. طب هنا الاستايل كولين هيقعد هنا لوحده بعد ما تصنع؟ لا، هيتكسر. لو فضل الاستايل كولين كده من غير ما نخزنه في حويصلات هيبدا ان هو يتكسر ومفعوله ينتهي. طب هنعمل ايه؟ هنخزنه داخل فيزيكال، يبقى هنعمل له عمليه تخزين. الاستايل كولين بيتخزن عن طريق فيزيكالز، ولكن عشان يخش جوه الفيزيكال دي لازم كارير اسمه استايل كولين كارير، ولازم بطريقه الاكتيف ترانسبورت طبعا عشان البوزيتيف تشارج، فيبدا ان هو يتخزن. عمليه التخزين دي ممكن ان انا اعمل لها انهبيشن بدواء اسمه فيزامي كول. بعد ما الاستايل كولين اتخزن هيبدا موجود في الفيزيكال. طب ازاي هيحصل له ريليز؟ ازاي ان انا يحصل ريليز لما يحصل في نيرف امبلس هنا في النيورون اللي قصادي دي يبدا يحصل ريليز للاستايل كولين؟ هيحصل ريليز ازاي؟ قال لك ان عمليه الريليز بتتم عن طريق ان لما يبقى في اكشن بوتنشال، يعني لما يبقى في نيرف امبلس جايه هتعمل ايه؟ قال لي عندي هنا قنوات اسمها فولتج سنسيتيف كالسيوم شانلز، قنوات حساسه للفولتج او قنوات حساسه للنيرف امبلس. لما تحس بالنيرف امبلس تبدا تطلع لي كالسيوم بكميه كبيره جدا. زياده كميه الكالسيوم داخل الخليه او النيرف اندنج هنا هيبدا ان هو يعمل
يعمل ريليز للفيزيكال او يخلي الفيزيكال دي تقترب من النيرف اندنج عشان تعمل اكزوسيتوزس. عرفتوا يعني ايه اكزوسيتوزس في الجنرال فارماكولوجي؟ عرفنا ان احنا هيعمل ريليز للاسيتايلكولين من الفيزيكال او المحتويات بتاعتها. طيب في سؤال مهم بيقول لي هل الفيزيكال دي بتحتوي على الاسيتايلكولين فقط؟ اقول لك لا، ممكن ان هي تحتوي على بعض الكوترانسميترز. يعني ايه الكوترانسميترز؟ زي الاي تي بي والحاجات اللي او البي اي بي والحاجات اللي احنا كنا عاملينها في جدول وقلنا مش مهمه، مش مهم ان انت تعرف، ولكن تعرف ان انت ان الفيزيكال دي بيبقى فيها اسيتايلكولين ممكن يبقى موجود فيها بعض الكوترانسميترز. طيب عمليه الريليز ان انا الاسيتايلكولين يطلع من الفيزيكال ويخرج، عمليه الريليز دي ممكن ان انا اعملها انهيبيشن بالبوتيولينيوم توكسين، مركب هنشرحه بعدين. ان انا بس احنا نعرف دلوقتي ان احنا بنعمل انهيبيشن للاسيتايلكولين ريليز بمركب اسمه البوتيولينيوم او البوتيولينيوم توكسين. طيب ازاي يحصل عمليه الان اكتيفيشن؟ قلت لي ان الاسيتايلكولين لازم ان انا اخزنه علشان ان هو ممكن ان هو يتكسر. طب بيتكسر بايه؟ بانزيم يسمى نحفظ اسمنا كولين ستريز انزيم او استايل كولين ستريز انزيم. طيب الكولين ستريز انزيم ده هو اللي بيكسر استايل كولين لحاجتين، لايه؟ لكولين واسيتيت او اسيتيك اسيد. يبقى انا دلوقتي الاستايل كولين اهو بواسطه الاستايل كولين ستريز انزيم ده الاختصار بتاعه، الاختصارات دي مهمه نحفظها، معلش يا جماعه ورقه وقلم، الحاجات اللي انت محتاج تحفظها تحفظها. يعني اسم الاستايل كولين او اسماء الانزيم دي انت هتعمل لازم تحفظها، تمام؟ يبقى الاستايل كولين ستريز انزيم ده اللي بيكسر الاستايل كولين الى حاجتين، كولين واسيتيك اسيد او استيت. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الكولين ده يدخل تاني ويصنع الاستايل كولين تاني والدايره تكتمل، وزي ما احنا شرحنا نبدا نعيد من الاول تاني زي الدايره تبدا تمشي في المعدل بتاعها. طيب الانكتيفيشن بيتم عن طريق الكولين ستريز انزيم بيكسروا الاستايلكولين لايه؟ اسيتيك اسيد والكولين. طيب هل في انواع من الكولين ستريز انزيم؟ نعم، في نوعين، ترو كولين ستريز بنقول عليه ترو او ستايل كولين ستريز انزيم، ده موجود في كل الاستايلكولين سايتس، يعني كل الاماكن بتاع الاستايلكولين، ولكن في نوع كده موجود في بعض الاماكن اسمه سودو كولين ستريز انزيم، ممكن بعض الكتب تلاقيهم كاتبينه بيوترالايل كولين ستريز انزايم. طيب ده موجود في الليفر والبلازما، ده مجرد بس ان انا اعرف ان في نوعين واعرف كل نوع موجود فين فقط لا غير، مش عايز ايه تفاصيل اكتر من كده. طيب كده عمليه التصنيع، عمليه التخزين، عمليه الريليز، عمليه الان اكتيفيشن. اتكلمني بقى على الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه الاستايلكولين. يعني ايه فارماكولوجيكال اكشن؟ علشان الكلمه دي اول مره نشوفها معانا، يبقى هنتكلم عنها. يعني وظائف الاستايلكولين على الاعضاء المختلفه، بيعمل ايه على الاعضاء المختلفه؟ طبعا الكلام ده مجرد ان احنا بنعيد ونزيد، لان انت لما درست المقدمه بتاعت الاوتونوميك عرفت كل ريسبتور موجود فين وعرفت الباراسمباثيتك بيعمل ايه. انا دلوقتي معايا باراسمباثيتك هشغله، هيعمل ايه على الهارت؟ هيعمل نيجاتيف اينوتروبيك، نيجاتيف كرونوتروبيك، نيجاتيف درومتروبيك، مش هقول المصطلحات دي تانية لان قلناها في الحلقه اللي فاتت. طيب البلاد فيزز هيعمل ايه؟ هيشتغل على الام 3 ريسبتور. وعايز اوضح لكم يا جماعه، الام 3 ريسبتور ما هوش موجود دايركت على البلاد فيزز، موجود خارجيا، بيشتغل استايلكولين عليه، موجود في منطقه اسمها الاندوثيليوم بيشتغل استايلكولين عليه. لما بيشتغل بطريقه اندايركت يعني بيزود حاجه اسمها اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور، اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه النيتريك اوكسيد. لما بيزيد بيعمل ايه؟ بيعمل في دي اللي هي فازو دايلاتيشن، اتساع في الاوعيه الدمويه، بيعمل حاجه اسمها هايبوتنشن يعني ديكريز في البلاد بريشر يعني انخفاض في ضغط الدم. طيب على الجي اي تي هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين على الوول او على الموتيليتي، سوري هنبدا بالسكريشن بتاعه الجي اي تي، هيزود الانتستاينال سكريشن كلها وهيزود الموتيليتي او البريستلز، حركه الامعاء كلها تزيد. طب هيعمل ريلاكسيشن للسفنكتر عن طريق الام 2. في بعض الكتب بتقول ان المسؤول عن الريلاكسيشن بتاع السفنكتر هو الام 2 ريسبتور، اما المسؤول عن السيميوليشن بتاع ستانل سكريشن موتيليتي هو الام 3. اليورينري بلادر نفس الفكره، هيعمل كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للسفنكتر. عايز اخش الحمام بسرعه ليه؟ لان انا عندي انقباض في الوول بتاع البلادر وعندي ريلاكسيشن في السفنكتر، لو ما دخلتش الحمام ممكن اعملها على نفسي لان الباراسمبثيتك اشتغل. البرونكاي هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه وحشه شويه اللي هو برونكو كونستريكشن، ضيق في الشعب الهوائيه، صعوبه في التنفس، مش كده وبس، ده هيعمل حينيلها اكتر ويزود البرونكيال سكريشن، يعني السكريشن بتاع البرونكاي هيزيد مع الضيق، يبقى العمليه اتقفلت. على الاي عندي حاجتين، عندي سيركولار ماسل هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها كونتراكشن عن طريق الام اس، هيعمل مايوزس. على السيلياري ماسل اللي هي العضلات الهدبيه، الكلام ده طبعا عباره عن ان احنا بنعيد ونزيد، الكلام ده كله عرفناه وشفنا السيلياري ماسل وشفنا كل ده، هيعمل ايه؟ هيعمل تهيئه الى النير فيجن، الرؤيه القريبه، والكلام ده اتشرح بالتفصيل لما دخلنا في الاناتومي بتاع الاي. على الاكس كراين جلاندز اي اكس دي ممكن تلاقي الاختصارات كده اي اكس، اليورينري بلادر ممكن نكتب يو بي، بلاد فيزز بي في، الحاجات دي بقى عايزين نعرفها كده في حلقات ايه؟ في واحده واحده عشان لما نشوفها ما نتلخبطش. الاكس كراين جلاندز
دي بتزود كل السكريشنز كلها بقى، هتزيد زي اللاكريميشن زي السلايفيشن على النيكوتينيك ريسبتور. هل الاسيتيلكولين بيشتغل على المسكرينك بس؟ لا يا حبيبي، بيشتغل على كل الكولينرجيك ريسبتور سواء كان مسكرينك او نيكوتينيك، على الان ان اللي موجوده في ثلاث اماكن، ادرينال مدله، اوتونوميك جانجليا، سي ان اس، ثلاث اماكن انت تحفظهم كويس، بيزود الريليز بتاع الادرينالين والنور ادرينالين والادرينال مدله. يبقى ادرينال مدله دي المسؤوله عن الريليز بتاع الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم الكيميكال ترانسميتر بتاع السمباثيك. على النيكوتينيك ماسل الان ام موجود في منطقه الموتور اندبليت، هو المسؤول عن السكليتال ماسل تويتش او التويتش او الكونتراكشن بتاع السكليتال ماسل. طيب اليوزس استخداماته ايه؟ هل في استالكولين اقراص مثلا في الصيدليه او حقن؟ مفيش يا حبيبي. ليه مفيش؟ علشان سببين. علشان ان هو نون سيلكتيف، بيشتغل على كله، يقابل نيكوتينيك يشتغل، يقابل ام 1 يشتغل، ام 2 يشتغل، ام 3 يشتغل، كله شغال، مفيش سيلكتيفيتي. انا يهمني في الدواء، وهنقعد نعيد فيها الكلمه دي، يهمني في الدواء السيلكتيفيتي عشان اقلل السايد افكتس بتاعه الدواء. يبقى هو نون سيلكتيف مش كده وبس، ده شورت ديوريشن. ده كل ما اجي احقنه في عندي انزيم اسمه استالكولين ستريس انزيم على طول مستنيه بيكسره، يبقى ما بيلحقش يشتغل، يبقى شورت ديوريشن، يبقى انا ما عرفتش ان انا اصنعه. ولكن بعض الدكاتره اللي هم الجراحين بيعملوا سوليوشن كده يحطوه في العين، وده طبعا بيبقى شغال لوكال، ما بيبقاش ان هو يمتصه كده، يبدا ان هو يشتغل لوكال في قبل العمليات، ان هو بيعمل رابيد ميوزس على طول اسرع من اي حاجه. ممكن في بعض الكتب كتبت الاستخدام ده، ولكن ممكن الاستخدام ده ما يكونش مشهور او معروف. ولكن اللي انا اعرفه اتسالت فيه اقول لك لا، ده ما بيستخدمش. ليه؟ لسببين دول. تمام. طيب كده هنبدا ان احنا نخش في المركب الثاني بعد الاستالكولين. هنتكلم على المركب الثاني اللي هو بقى العلماء لما شافوا الاستالكولين، شافوا الاستراكشر بتاعه وعرفوا ودرسوه كويس، قال لك طب ايه رايك بقى لو احنا اخترعنا مركب شبيه بالاستالكولين؟ قال لك شبيه ازاي؟ مش الاستالكولين هو كده، طب نحط مثلا سي اتش سي مثلا هنا، ولا نحطها هنا، نلعب بقى في المركب. على فكره يا جماعه، الاستالكولين او اي مركب اي دواء لما يجي يرتبط بالريسبتور بيرتبط على طريق الكيميكال ستراكشر بتاعه. يعني ده الكيميكال ستراكشر، لما يجي يرتبط بالريسبتور بروتين هنا مثلا ممكن يعمل رابطه بالريسبتور، هنا يعمل رابطه، هنا يعمل رابطه، فتلاقي فيه افكت في الريسبتور. لو قلت عدد الروابط ممكن ان هو الافكت ده يقل، فيقول لك ده بيشتغل ضعيف شويه، اما المركب ده بيشتغل بقوه شويه. تلاقي ان مركبين او دوين في نفس العيله، ده قوي وده ضعيف. ليه ده قوي؟ لانه عامل ارتباط قوي بالريسبتور، ده ضعيف لانه عمل ارتباط ضعيف بالريسبتور. هنيجي بقى ان احنا العلماء بقى لما شافوا الاستراكشر ابتدوا يلعبوا فيه ويعملوا مركبات ثانيه. ايه هي المركبات الثانيه؟ هنبدا باول مركب معانا، وهو تاني حاجة هنشرحها هي الكارباكول. قبل ما نتكلم عن مركب الكارباكول عايز اقول لكم حاجتين مهمين. اول حاجة ان احنا لما نيجي نكتب في الفارما جايد اي مركب بالاسم العلمي بنكتبه بالاسم العلمي زي ما احنا شايفين، وجنبه اشهر اسم تجاري ليه. طيب تاني حاجة عايز اقولها لكم، الناس اللي في الموسم اللي فات او المواسم اللي فاتت بعتت لي رسائل بتقول لي ازاي ان احنا ساعدنا ان احنا نقدر نحفظ اسماء الادوية. يعني هم لما بيدرسوا الفارما بيجدوا ان هو يعني الموضوع سهل، فاهم الميكانيزم فاهمه، ولكن الحاجه الوحيده اللي بيلاقيها صعبه هي ازاي تحفظ اسم الدواء. طبعا دي حاجه يعني ما تبقاش مش متعلقه بالشخص نفسه، اي حاجه عامه عندنا كلنا، ان احنا صعب ان احنا لما نشوف مركب اول مره نسمعه زي اسم الكربكول طبيعي ان احنا ما نحفظوش من اول مره. واحسن طريقه للحفظ يا جماعه بالورقه والقلم ان احنا نكتب المركب ده ونحفظه بالورقه والقلم، وبعدين مع التكرار هنبدا ان احنا نفهمه كويس ونحفظه. يعني الموضوع انا بالنسبه لي ما جاليش مره واحده، مش من مره واحده كده قدرت ان انا احفظ المركب، لا مرات عديده، وقعدنا نراجع واحنا في الكليه، وقعدنا نراجع ونزيد ونعيد ونزيد لغايه لما الموضوع ابتدى يبقى ثابت. فده ما هوش عيب في شخص او حاجه، وما يبقاش هو قلقان، لان بعض الناس قالت هو ده عيب فيه ان هو ما بيحفظش، لا ده حاجه طبيعيه جدا ما فيهاش مشكله. ولكن انت لازم في البدايه تحفظ كويس بالورقه والقلم، وبعدين بعد تكرار ومع المراجعات هتبدا ان انت تحفظه. تمام. ده بالنسبه لاي اسم من اسماء الادويه اللي هندرسها في الفرق. يبقى بعض الناس تلاقي كل حاجه سهله ما عدا اللي هو ان انت تحفظ اسم الدواء، وتقدر انت باستطاعتك ان انت لو ركزت وحفظتها كويس تقدر انت تتغلب على المشكله دي. طيب الايزوبتو كارباكول دي اسم قطره، طبعا شركه الكون معظم القطرات بتاعتها بتسميها في الاول ايزوبتو. ايزوبتو كارباكول دي قطره يعني غالبا ما حدش شافها فينا، او انا ما شفتهاش بصراحه غير على النت. هي موجوده ولكن كانت موجوده لان ما كانش فيها سيلكتيفيتي. الادويه القديمه دي يا جماعه، والادويه اللي اول ما اخترعوها، ودي اللي هي بعد ما اكتشفوا الاستالكولين واخترعوا الحاجات دي، كانت ادويه ما هياش فيها السيلكتيفيتي. دلوقتي بقى في حاجه سيلكتيف وقال لك السايد افكتس وكده، فبالتالي ما بقتش مشهوره زي ما كانت مشهوره قبل كده، فابتدت ان انت ايه تلاقيهاش، ما تلاقيهاش موجوده. طب يبقى احنا دلوقتي كتبنا اسم الساينتفك نيم او الاسم العلمي بتاع الدواء،
بعدين الاسم التجاري واشهر اسم تجاري موجود بيه المركب ده. طب الكربكول ده عباره عن استر مع الكولين ويز كارباميك اسيد، وممكن نلاقي مكتوب باسم او المشهور عنه اسم كارباميل كولين زي الاستايل كولين على نسبه الكربوميك اسيد دي نسبه الاستايل كو اي او الاستايل كو اي مع الكولين فسمناه استايل كولين، ده بيسموه كارباميل كولين. ده الكربكول ده العلماء لما صنعوه عملوا له ريزيستنس، عملوه يعني صنعوه بطريقه ان هو يبقى ريزيستنت للكولين ستريز انزيم سواء الترو او السودو كولين ستريز انزيم، فالدواء ده هو ريزيستنت، ما الانزيم ده ما بيكسروش، لذلك ابتدى ان هو يستخدموه. طيب ليه عيب بقى؟ العيب بقى ايه؟ ان هو طويل المفعول لونجر هاف لايف، يعني ممكن يشتغل فتره طويله جدا. ليه طويل المفعول؟ لان هو ما بيتكسرش بالانزيم فهيفضل موجود فتره كبيره، كمان ان هو نون سيلكتيف. نون سيلكتيف يعني بيشتغل على الماسكارينك والنيكوتينك ريسبتور، ما عندوش اي سيلكتيف، لذلك نلاقي استخدامه قليل جدا، ما عدا ان هو ممكن يستخدم في نقط للعين علشان يعمل مايوزس. طب استخدامه ايه؟ قلنا ان هو استخدامه نادر جدا، وممكن ان هو يعالج الجلوكوما. الجلوكوما اللي هي ايه؟ المرض اللي هو بيبقى فيه الاكوس هيومر، ما بيبقاش فيه اوت فلو الاكوس هيومر وبيبقى فيه انكريز في الضغط الداخلي للعين. طب بيعالج الجلوكوما ازاي؟ امال احنا كنا بنشرح الاناتومي والفسيولوجي بتاع الاي ليه؟ علشان نفهم الحته دي، لانه بيعمل مايوزس نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو بيعمل كونتراكشن للسيركولار مسل، فبالتالي بيزود، لما يعمل مايوزس هيزود الاوت فلو بتاع الاكوس هيومر من خلال اللي هي التيوبيكولار مش وورك او الكانال اوف شليم، القناه اللي بيتسحب منها الاكوس هيومر، فبالتالي هيقل الانترا اوكيولار بريشر. الناس بقى اللي ممكن يبقى معاها الكتاب وما سمعتش الفيديو، هنا حاطين صور توضيحيه بتوضح الاوت فلو بتاع الاكوس هيومر. تعالوا بينا نتكلم على مركب التاني، والمركب التاني هنا هو البيسانيكول. تمام، البيسانيكول نسبه الى البيتا ميثايل كولين، عملوا بيتا ميثايل كولين مع الكربوميك اسيد ادونا المركب ده، موجود تريد نيم بتاعه يوروتون، نفس طبعا نفس الفكره دي، عباره عن يوروتون ده اراس، ما هوش مشهور، ما هوش حاجه مشهوره، يعني ممكن انت ما تشوفوش غير لو تعمل سيرش على النت او حاجه، ما تشوفوش في الصيدليه، ما تشوفوش في حته، لان ده دواء كان بيستخدم. دلوقتي بقى في حاجات سيلكتيف هندرسها في الحلقات اللي جايه. الدواء ده بالظبط نفسه زي اللي فات، بيعمل ريزيستنت للكولين ستريس ده ما يتكسرش، ولكن ميزته عن اللي فات ايه؟ ان هو سيلكتيف ماسكارينيك ريسبتور، ما بيشتغلش على النيكوتينيك، لذلك ابتدوا يستخدموه كاورال. طيب الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه بيشتغل على الجي او تي واليورينري بلادر، واشهر استخدام ليه او اشهر افكت استخدموه ليه هو علشان اليورينري بلادر، بيزود الموتيلتي بتاعه الجي او تي، وبيعمل كونتراكشن للول، وبيعمل ريلاكسيشن للسفنكتر. طيب الاستخدامات بقى اليوزز بتاعته ايه؟ الناس اللي بتعمل عمليات جراحيه، واحد راح عمل عمليه جراحيه فبياخدوا بعض الحقن وكده، وعشان يعمل عمليه في فتح بطنه ولا حاجه، فلما بيخرج من العمليه الامعاء ما بيبقاش عندها القدره او الكفاءه ان هي تشتغل زي الاول، بتلاقي الامعاء عنده بقى الحركه بتاعتها قليله جدا، والمثانه الحركه بتاعتها وشغلها بقى قليل جدا، فتلاقي الشخص ده عنده كونستيبيشن جامد بعد العمليه، لان الامعاء عنده بقى قعد طبعا امتنع عن الاكل فتره، واخد ادويه بتقلل حركه الامعاء والكلام ده كله، فهو طالع من العمليه الامعاء عنده وشغل الجي اي تي او الاحشاء بتاعته كلها ما هيش بتشتغل بوظيفه ضعيفه، فممكن ان هم يدوا له الدواء ده بالذات، وعملوا الادويه الدواء ده علشان ياخدوا المريض ده، فابتدى ان هو يحسن له عمليه اليورينيشن والديفكيشن. تمام، او واحد عنده شلل في الامعاء وعدم حركه في الامعاء، ممكن هو يستخدم البيسانيكول. طبعا ليه بيستخدمونه؟ انا اشتغل على الماسكارينيك ريسبتور اللي فيه جي اي دي، فيزود الموتيلتي وزاد البريسيلز، طبعا كلام كله بيعيد بعضه. طيب الهاف لايف بتاعته حوالي ساعه، يعني برضه ما هوش ميزه ان هو يشتغل لمده ساعه، ده حاجه مش كويسه. طيب الميثاكولين ده دواء موجود باسم بروفو كولين. بروفو كولين ده عباره عن حاجه بتتاخد انهيليشن علشان يتم استنشاقها. عباره عن ايه الميثاكولين؟ الميثاكولين يبقى عندنا الثلاث مركبات دول اسمائهم جميله جدا، استايل كولين، وبعدين جابوا ثلاث مركبات اللي هو كارباكول، بيسانيكول، ميثاكولين. تمام، يبقى ده بيتا ميثايل كولين مع الاسيتيك اسيد. طيب سيلكتيف ماسكارينيك ريسبتور، لا في سيلكتيفيتي للماسكارينيك زيه زي البيسانيكول، ولكن الكربوكول ما هوش سيلكتيف. ده بيستخدم ليه؟ بيقول لك في تيست كده اسمه برونكيال تشالنج تيست، او ممكن يسموه ميثاكولين تشالنج تيست. ده تيست كده بتعمل للشخص اللي عنده ازمه، بعمل له دايجنوزس للازمه، واحد عنده ربو شعبي او ضيق في التنفس، بيروح للدكتور، انا عندي يا دكتور بتجي لي ازمات. طب انت دلوقتي انت جيت لي وانت ما عندكش الازمه، عايز اعرف ان انت عندك الازمه ولا لا، اعمل ايه؟ اروح جايب البروفوكولين ده، اقول لك خد استنشق الماده دي اللي هو باسم الدواء اللي هو البروفوكولين اللي هو الميثاكولين، فتيجي تستنشقها حضرتك ايه اللي هيحصل؟ هيشتغل على الماسكارينك ريسبتور، برونكو كونستريكشن. ايه اللي هيحصل؟ برونكو كونستريكشن، ضيق في الاوعيه، تجي له الازمه، هو اصلا عنده ازمه،
فانا بعمل انديوز للازمه، فانا دلوقتي قدرت ان انا اعمل دايجنوزس لازمه. ده الاستخدام، ما هوش استخدام علاجي، هو استخدام تشخيصي. ليه بقى استخدموه استخدام تشخيصي؟ لان لما جم استخدموه كاستخدام ان هو يدخل ويخش جوه الجسم، لقوا ليه اعراض سايد افكتس كتيره جدا، براديكاردي، هايبوتنشن، حاجات كتيره جدا. فبالتالي ابتدوا ان هم يتجنبوا ويخلوا استخدامه فقط للناحيه الدايجنوزس فقط. طيب كده يبقى احنا خدنا الثلاث مركبات المشتقين من الاستالكولين. عايزين بقى نلخص الثلاث مركبات دول في الجدول اللي قصادنا. عندنا الاستالكولين ده الاساسي، ودول الثلاث مركبات كارباكول بيسيكولين. طيب بيقول لي السسبتيبلتي بتاعتهم للكولين ستريس انزايم. قال لي الاستالكولين ده يا حبيبي بيتكسر، يعني شايف كام بوزيتيف؟ يعني بيتكسر مش بالثلاثه، لا ده بالاربعه، بيتكسر جامد على طول وبسرعه. طيب قال لك الكارباكول والبسانيكول الاثنين دول يعني ما بيتكسروش قوي، يعني يكاد يكون ما فيش اصلا تكسير. الميثاكولين بيتكسر يعني حاجه بسيطه قوي. شغلهم على المسكرينك، الاستالكولين 3، الكارباكول 2، البيسكول 2، الميثاكولين بيشتغل 4. لذلك ايه؟ لقوا استخدموه فقط في الدايجنوزس، لان قلت لكم الميثاكولين لما ابتدوا يستخدموه اورال وجدوا اعراض اكتر من الاعراض اللي ممكن يشوفوها في الاستالكولين، ان هو بيعمل هايبوتنش براديكال والكلام ده كله، لان هو بيشتغل اكتر من الاستالكولين على المسكرين، بيشتغل بكميه كبيره جدا. طيب على النيكوتينيك ريسبتور نلاقي استالكولين وكربوكول بس هم اللي بيشتغلوا على النيكوتينيك، لذلك الكربوكول استبعدوه ان هو يشتغل بس على كنقط للعين، والاثنين دول ما بيشتغلوش على النيكوتينيك ريسبتور. دي الملخص المركبات دي. بيقول لي ايه بقى؟ حاجه جميله جدا، المركبات دي كلها عباره عن كواترنري امونيوم كومباوند، يعني بتحمل شحنه موجبه، يعني بولر، يعني ما بيعدوش البلاد برين بارير، يعني ما لهمش ايه؟ سي ان اس سايد افكتس. يبقى الدواء اللي يعدي بلاد برين بارير يبقى هيشتغل لي بقى على المسكرينك اللي في البرين فهيعمل لي مشاكل. لا قال لك دول يا عم ما بيعدوش وما بيعملوش مشاكل، كفايه المشاكل اللي بيعملوها في البريفرال نيرف. نيجي بقى نتكلم على مركب جميل جدا، وهو هنتكلم بقى عيله تانية اسمها كولينو مايميتيك الكالويدز. هنتكلم على المركب الرئيسي بتاعهم هو البايلوكاربين، موجوده طبعا دي بقى قطرة موجوده ازوبتوكاربين، ولها مشتقات كتير، يعني الازوبتوكاربين ده اشهر تريد نيم ليها، ليها تريد نيمز كتيره طبعا، ده حاجه مشهوره وايه هتلاقي كلنا شفناها في الصغري. البايلوكاربين ده قال لك ده بيجي من البايلوكاربس ليفلت، دي نوع من انواع النبات، الاورجن بتاعه نوع من انواع النبات بيجيبوه من النبات ده، عباره عن ايه بقى؟ تيرشري، ما هوش كواترني، تيرشري امين الكلويد، يعني ما بيحملش يا حبيبي شحنه، يعني ايه نان بولر، يعني بيعدي البلاد برين بارير، يعني بعد، يعني لو جيت خدته عن طريق الاورال خد بقى المشاكل بقى اللي هتلاقيها بقى لما يعدي السي ان اس ويشتغل على الماسكيليك ريسبتور في السي ان اس، يدي سي ان اس سايد افكتس. طيب هو ما بيحصلوش هيدروليسيس او بيتكسر بالكولين ستريس انزايم، بيبقى ليه ماسكرينك افكت، ولكن بعض النيكوتينيك افكت، وهكذا يكون ان احنا نقول ممكن يبقى مالوش نيكوتينيك افكت. فارماكولوجيكال اكشن بتاعت البايلوكاربين المين اكشن بتاعه على الاي، ليه على الاي؟ لان انا هحاول ان انا استخدمه فقط على الاي، مش عايز استخدمه استخدام تاني، لان ليه بيعدي البلاد برين بارير ومش عايز انا اخش في السايد افكتس دي. طيب الاي بيشتغل ازاي؟ بيخش جوه الكورنيا، الكورنيا طبعا بيخش لها بسهوله جدا، ده حبيبي ده نان بولر عدي وبسرعه وخش، فايه دي حاجه حلوه ان هو يعدي ويخترق الكلام ده كله، فيعمل ميوزس بسرعه. ليه عمل ميوزس بسرعه؟ لانه اخترق بسرعه. طيب هيعمل ايه بقى؟ هيعمل حاجتين، ميوزس وكونتراكشن للسيلوري ماسل، فيعمل ايه؟ اكوموديشن للنير فيجن. ده شغل البارسم بس. الجي اي تي قال لك لا، لو استخدم اورال هيبدا ان هو يزود الموتيليتي، هيزود اليونت سكريشن، هيعمل برونكو كونستريكشن، هيعمل استيموليشن للسكريشن بطريقه فظيعه جدا. نلاقي تلاقي البايلوكاربين ده يا جماعه بيزود السكريشن بطريقه، حتى لو جه اتحقن في فور او حاجه تلاقوه يعني سكريشن واضحه جدا. الاستخدام بتاعه هو لعلاج الجلوكوما، في ناس بتقول ان هو ممكن يستخدم اورال عشان يعالج في مرض كده للناس اللي هو عندهم جفاف الفم، لا احنا هنعالج بس البايلوكاربين للجلوكوما، هناخد حاجه سيلكتيف قوي دلوقتي لمرض اللي هو جفاف الفم، بيبقى هو بيعالج جلوكوما. طيب بيعالج الجلوكوما ازاي؟ سؤال مهم جدا بقى حبيبي، بيخش يعمل مايوزس، بيعمل كونتراكشن للسيليوري ماسل، هيفتح القنوات اللي هي التروبيكال مش وورك، ويفتح البورز دي، فهيعمل فاسيليتيت للاوت فلو بتاع الاكويوس هيومر، فايه بقى؟ هيقلل الانترا اوكيولار بريشر. طيب ليه سايد افكتس؟ طبعا ليه سي ان اس سايد افكتس، لان هو بيخش جوه البلاد برين بارير، بيعدي البلاد برين بارير، يبقى بيعمل سي ان اس ديستربنس، بيعمل سايد افكتس بتاع المشهور قوي اللي هو بيزود السكريشن سويتنج سالفيشن. وطبعا الناس اللي دخلت فارما بقى وراحت حقنت الفيران بايلوكاربين بتعرف ازاي؟ بتلاقي الفار بينزل كده رياله من بقه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قصاد. بيقول لي ملحوظه هنا،
البايلوكربين ده ممكن ان هو يستخدم للناس اللي هم بيعملوا، في ناس بتعمل فحوصات في العين عشان كشف طب وكده، فبيديهم حقن سوري بيديهم قطرات اتروبين او اي مشتقات الاتروبين، فبيعملهم اتساع في حدقه العين. لما يعمل اتساع في حدقه العين او يشغل يقفل الباراسمباثيك، معنى كده ان هو ايه؟ خلى السمباثيك يشتغل. لما انا الاتروبين ده حاجه بتقفل الباراسمباثيك في العين، يبقى انا عملت ايه؟ خليت السمباثيك يشتغل، معنى كده ان انا عملت هيئت الاكوموديشن للرؤيه البعيده، فبالتالي الراجل اللي بيحط قطره الاتروبين بتلاقي عينه مزغلله مش شايف. ممكن ان انا بقى اديله بعد ما اخلص كشفي عليه وبعد ما اعمل الفحوصات اللازمه ليه، اقول له خد البايلوكربين قطره عشان ايه؟ المشكله اللي انا عملتها لك بقطره الاتروبين نعالج المشكله دي ونشغل الباراسمباثيك اللي احنا كنا قافلينه. ده استخدام جميل جدا. قال لك مش كده وبس، قال لك البايلوكربين بيستخدم في الجلوكوما، ما هوش لوحده، لا ده احنا ممكن نستخدم عيله احد الادويه من عيله اسمها كاربونيك ان هيدريز انهبيتورز زي الدروزالامايد والبيتا ادرينرجيك بلوكر زي التيمولول. الحاجات دي ممكن ان هي تستخدم زيها زي البايلوكربين في الجلوكوما. دي كان احد الملاحظات. هنتكلم طبعا عن الادويه الثانيه دي في علاج الجلوكوما، ونحاول نخصص حلقه للجلوكوما. كده يبقى احنا انتهينا من البايلوكربين. اخر دواء معانا هنا هو دواء يطلق عليه اسم سيفيمين. طبعا ده ما هوش كلين ميموتيك الكالويدز اول، لكن هو ده هنضمه مع البايلوكربين، موجود باسم ايفوكساك. دواء ده ممكن نعتبره جديد شويه او عيله جديده شويه لانه فيه سيلكتيفيتي شويه. ده بيستخدم في علاج دراي ماوس ودراي اي. دراي اي او دراي ماوس، دراي ماوس ممكن نطلق عليه اسم زيروستوميا. طيب المرض ده اسمه ايه؟ اسمه شوجرنس سيندروم. شوجرنس سيندروم ده اللي هو النطق بتاعه، ده اسم المرض اللي هو جفاف الفم وجفاف العين. المرض ده هو مرض مناعي ذاتي، فجأة كده يا باشا تلاقي الجهاز المناعي هاجم الخلايا او الاكسوكراين جلاند اللي موجوده في السليفري جلاند وفي العين، في اللي هي الاكسوكراين جلاند، تلاقي الجهاز المناعي هجم عليها واعتبرها جسم غريب، هجم عليها ودمرها فجاه. ايه يبقى؟ ما عنديش سلايفيشن هيحصل، يبقى انا عندي هيبقى الفم ده جاف بطريقه فظيعه جدا، كمان هنلاقي العين فيها جفاف جدا. طيب هنعمل ايه؟ احنا بقى عايزين ننشط الغدد اللي هي لسه ما اتكسرتش، او ننشط تكوين الغدد، او لو في غدد لسه ما اتكسرتش من جهاز المناعه، نبدا ان هو ان احنا نزود الافرازات بتاعتها. فندي لهم حاجه، ندي المريض ده حاجه اورال، دواء كده اورال بيشتغل اكتر على الموضوع ده، وهو السيفيملين ده يبقى حاجه سيلكتيف ان هي تشتغل على ده. ولكن يا جماعه وجدوا ان ليه اعراض كتيره جدا، من اشهرها نوزيا فوميتنج دايريا، بيعمل سويتنج جامد، ويعمل راش وراني نوز، بلارد فيجن يعني ضعف رؤيه وخلل في الرؤيه، وبيعمل صعوبه في التنفس، وبيعمل صداع. طبعا ده ليه؟ لانه بيشتغل على بعض الماسكرينج ريسبتورز وبيبقى ليه اذر افكت. طب ده كونترا انديكيشن في مواضيع كبيره جدا، من اشهرها ان هو ما ينفعش يتاخد مع مريض ضغط، ما ينفعش ما يتاخد مع مريض ازمه، واحد عنده حصوات في الكلى، واحد عنده جلوكوما. ده من احد او من اشهر كونترا انديكيشنز. ولكن الموضوع عن السيبلين ده بيبقى فيه حاجات سايد افكتس كتيره وكونترا انديكيشن كتير. ده يعتبر كده يبقى احنا انتهينا من حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده هي حلقه بس مجرد ان احنا نعرف الادويه اللي احنا درسناها ونحفظ اسمائها كويس، ونعرف الاختلافات بين كل واحد والتاني، وكل اللي احنا نفهمه ان ده بيشغل الباراسمباثيك، ده بيشتغل على الحته الفلانيه، ده بيشتغل على الايه؟ الحته الفلانيه. كده بقى يا جماعه في فقره مهمه جدا بدايه من حلقه النهارده هنبدا ان احنا نثبتها في الحلقات الجايه، وهي ايه؟ وهي فقره الصيدليه. اللي بيميز فارما تيوب او فارما جايد ان احنا بنخلط العلم الاكاديمي، احنا اللي بندرسه ده يا جماعه علم اكاديمي، مش علم اللي هو هات الزيتونه والكلام ده، لا علم اكاديمي بحتي، ان احنا بندرس الموضوع بتفاصيله وبالمدارس اللي تم تدريسه بيها. تمام، بنخلط العلم الاكاديمي بالخبرات العمليه، ان انت بدل انت دلوقتي لسه ما رحتش الصيدليه ما شفتش الموضوع ده كله، فاحنا نعمل في حلقه في الحلقه بتاعتنا فقره خاصه بالصيدليه. تيجوا بينا نروح الصيدليه في حلقه النهارده. هنروح الصيدليه، احنا درسنا دواء اسمه كارباكول، طبعا قلنا السالكون ده مش موجود، ملوش مش موجود في الصيدليه، موجود في التجارب العمليه بس. الكارباكول ده هتلاقي قطره اسمها ايزوبتو كارباكول، قلنا ان احنا ممكن ما نكونش شفناها بس، ولكن هي موجوده، هي كانت موجوده بالشكل اللي قصادنا ده كله. تمام، دي الكارباكول بالتركيز بتاعها وشركه الكون طبعا، ومعظم الشركه دي بتسمي منتجاتها ايزوبتو قبل كل منتج. تاني حاجة قلنا البيسا نيكول، وده اسم الدواء بتاعه اليوروتون، وده قلنا ده أقراص بيتاخد ليشتغل أكتر على اليورينري بلادر، لذلك سموه يوروتون، يعمل يورينيشن. الميساكولين ده ممكن الشخص يشوف فيقول ده حقن، لا ده حاجة انهاليشن علشان الشخص يستنشقها. تمام،
ولما يستنشقها انا اعمل دايجنوزس للازمه. الاسم التجاري بتاع الميثاكولين هو البروفو كولين زي ما احنا شايفين في الصوره قصادنا. ادويه غريبه شويه ولكن هي موجوده او كانت موجوده. احنا بندرس العلم من اساسياته، لسه هنخش على الحاجات السيلكتيف والحاجات اللي موجوده في الصيدله حاليا. سيفيملين ده اللي هو الدواء اسمه ايفوكساك، ده دواء اورال بيستخدم للي هو الناس اللي عندهم مرض شجورن سيندروم عشان يزود السلايفيشن ويزود اللاكريميشن. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا في حلقه النهارده. وفي سؤال بنوجهه لكم ويقول لك ليه البايلوكاربين دراج اوف تشويس فور جلوكوما؟ هتكتب لي بقى مميزاته وهتكتب لي هو هو بيخترق الكورنيا بسهوله لان هو نان بولر، وهتكتب لي الميكانيزم بتاع الميوزس وايه ان هو بيفتح القنوات اللي بيحصل بيزود الاوت فلو بتاع البايلوكارب سوري الاكوس هيومر فايه يقلل الانتر اوكلر بريشر، وتكلمني تظبط لي الاجابه بتاعت دي. ده من احد الاسئله المشهوره. كده يا جماعه احنا انتهينا من حلقه النهارده، اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم ونتقابل ان شاء الله في حلقه جديده. وما تنسوش يا جماعه الناس اللي منفضه لنا لا بتعمل لايك ولا بتعمل ولا بتعمل شير للحلقه ولا بتعمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب، ده من احد وسائل الدعم على اليوتيوب عشان القناه بتاعتنا ما تتحذفش في وقت من الاوقات، ان انتوا تعملوا لنا لايكات وتشيروا الفيديوهات بتاعتنا علشان غيرك يستفيد والناس كلها تستفيد، وتعملوا لنا سبسكرايب عشان تقدروا ان انتوا تشوفوا كل جديد بنقدمه. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، نتقابل ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات فارما تيوب من كتاب فارما جايد. كان معكم دهشان حسن دهشان، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.